أخيراً وصلنا لنهاية الرحلة. فعلاً كانت رحلة شاقة، لكن قدرنا إن إحنا نوصل للنهاية ونكون كلنا قد التحدي. 5 من المتسابقات كانوا قد التحدي ونجحوا، إحنا نجحنا معاهم وهم نجحوا معانا، لكن واحدة منهم عملت amazing result. مها. مها عدت بمراحل كتير وبإصرارها وصلت لأعلى النتائج. مها نزلت 15 كيلو في 8 أسابيع، منهم 11 كيلو دهون. مها فعلا كانت قد التحدي وعملت نتيجة هايلة. مش بس كده، لا، مها كمان اتغيرت تماما وهتشوفوها. أنا سعيدة جداً من النتيجة اللي وصلت لها مها. هي فعلاً كانت قد التحدي وكان عندها إصرار هايل. سعيدنا جداً. إحنا كفريق وام سعداء وفخورين جداً باللي مها وصلت له. أنتوا كمان ممكن تخلوا مها حافز ليكم وتحاولوا تغيروا حياتكم. إحنا في وام هدفنا إن إحنا نغير حياتكم. بفضل النتائج اللي وصلت لها مها، استحقت إنها تكون مس وام. أحب أشكر فريق وام إنهم خلوني أخس وأغير شكل حياتي. وإنتوا كمان مع وام تقدروا توصلوا للصورة اللي بتحلموا بيها. بس مها كانت قد التحدي، إنتوا كمان تقدروا تكونوا قد التحدي. ممكن نتشارك كلنا، إحنا وام وتيم وام معاكم، وفعلا هتجيبوا نتائج زي مها وأحسن كمان. مستنيينكم. إنتوا ووام قد التحدي. وام قد التحدي.